يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان مدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 24، الإسكندرية 30 23، مطروح 29 22، بورسعيد 30 23، إسماعيلية 33 21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 32 23، العريش 30 22، طابة 30 24، شرم الشيخ 36 26، الغداء 35 25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 36 24، أسوان 38 26، الوادي الجديد 35 24، حلايب 34 29، شلاتين 35 27، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.